انا عم ريكورد انا يا دكتور. بارك الله فيك. اذا يعطيك العافيه. بارك الله فيك. اذا احنا بهيك غطينا اسئله المتغير التابع الاربع ابعاد، وهيك انتهت الاستبانه. ليش انتهت؟ لانه انا غيرت اللي هو الاجزاء الرئيسيه تاعت الاستبانه. ما هي الاجزاء الرئيسيه تاعت الاستبانه؟ قلنا الجزء الاول اللي هو بتكون من مقدمه، والجزء الثاني من الاسئله الديموغرافيه، والجزء الثالث ابدا بالمحاور. المحاور يعني المتغير المستقل، حط ابعاده وبمسك بعد بعد وببدا احط له اسئله. حينما انهي البعد الاخير في المستقل بكون انهيت اسئله المستقل. بمسك التابع وبدي اعرف ايش الابعاد اللي تكون منها ومين اللي تكون من الابعاد هذه، زي ما علمتك في نموذج الدراسه. وقلنا حتى وان انا سكرت بلوك التابع، لكن لازم اعرف عشان ما احطش الاسئله كلها مثلا في بعد واحد. يعني لو انت عملت الاكتساب 20 سؤال ونسيت تسأل عن التخزين، ولا سؤال عن التخزين، يعني مفروض تسأل مثلا تقول يتم مثلا تخزين اللي هو الفيديو الشرح هذا في قواعد بيانات يستطيع الطالب الوصول إليها، هاي سؤال انت ما سألتوش لأنك مش عارف انه بتكون انه في بعد اسمه تخزين. ما قصتش إدارة المعرفة قياسا صحيحا، انت قصت بس الاكتساب ال 20 سؤال وان كانوا كتار، لكن بس قاسوا الاكتساب للأسف، او قاسوا مثلا الاكتساب والتخزين. انت عملت 15 سؤال في الاكتساب وعملت 5 اسئله في التخزين، ونسيت عن جهل، نسيت عن عدم معرفه انك تسال في اتجاه بعد التوزيع وبعد التطبيق، لانك مش عارف ما هي ابعاد اداره المعرفه. لما تعرف عمليه اداره المعرفه مما تتكون وما هي ابعادها، ساعتها هتعمل اسئله على الاكتساب، وهتعمل اسئله على التخزين، وهتعمل أسئلة على التوزيع، وهتعمل أسئلة عن التطبيق بشكل عادل وممثل لهذا المفهوم. تمام يا شباب؟ تمام. تمام. طيب الآن نرجع لموضوع الاستبانة، وقد قلنا اللي هو التوزيع الشخصي أحد الوسائل اللي بدي استخدمها لإيش؟ لا جمع البيانات او من خلال الاستبيان. دائما الباحث لما يجي يقول انا استخدمت الاستبيان، كويس انه يقول في البحث ليش، بمعنى يذكر ميزات الاستبيان، لماذا فضلت الاستبيان عن المقابله. ولما يكون درس الملاحظه ودرس المقابله وعرف عيوب كل منهم وعرف ايش عيوب كذا، بيعرف يقول ليش. فيعتبر الاستبيان وسيله مهمه جدا، خصوصا لما يكون اللي هو عدد الناس كتير او كبير. طيب ولما يكون كمان اللي هو الاستبيان مهم جدا، لانه بيعطي للمبحوث اللي هو فرصه للتفكير في الاجابه. بتاخذ الاستبيان على البيت، ولما تاخذ الاستبيان على البيت بتروح اللي هو بتجاوب راحتك بهدوء نفسي، بتجاوب من غير تسرع ولا كذا. لكن لما بتكون مثلا في المقابله ممكن يكون انت مثلا في عندك احراج، خجلان، انت لو ابوك سال التحيز. نعم بكون في بعض التحيز. ليش؟ قد يكون خجلان، قد يكون مستعجل، قد يكون يعني اتلعثم. إذن الاستدلال له مزايا، انه بيعطي فرصه للمبحوثين للتفكير في الاسئله والاجابه عليها بدقه. احيانا اللي هو من ميزاته انه بيعطي للمستجيب اللي تستطيع ان تجمع الاستبيان من عدد كبير. المقابله قلنا لا تستطيع في المقابله او الملاحظه ان تجمع او تلاحظ عددا كبيرا، لكن في الاستبيان ممكن توزع بالخمسميات وتلم منهم. المهم شطارتك كيف تعمل الاستبيان بطريقة منمقة وبطريقة ما تزهقش اللي بده يجاوب منها. كيف تحفز اللي هو المستجيب أن يجيب لك على الاستبانة. وخلي بالك أنت كباحث ليس لك جبرة لازم على أي واحد من المبحوثين أنه يجاوب لك، فأنت بدك بالود وبالشطارة تخليه محفز للإجابة. أما أوعى تفكر أنه في حدا بيغصب حدا على أنه يجاوب. انت الباحث اللي حتخلص الماجستير او الدكتوراه او المؤسسه اللي بهمها تستطلع راي المستهلكين مثلا عن منتجاتها، انت صاحب المصلحه وليس هو.
فأنت كل ما تعمل أداة الدراسة بطريقة جذابة أو تحط لك هدية، تحط لك قلم، تحط لك علبة شوكولاتة، بتخليه زي الفريرة إيش يتحفز ليجاوب معك، تمام؟ لكن أحياناً لما تروح أنت توزع على مؤسسة، وليكن مثلاً شركة جوال، بنك، شركة وطنية، حاجة، ممكن إنه الشركة، وهذه صارت معانا يعني وإحنا بنشرف، يقول لك يا عمي بديش توزع الاستبيان عندي. أولاً يكون خايف، بدوش يطلع أسرار عن شغله، خصوصاً اللي هو أسئلتك مثلاً ممكن تعرض له، تفهم بعض المعلومات ويكون في منافس له زي الشركة الوطنية مثلاً، فبقول لك بديش أقول لك ما تعبيش الاستبيان. أو يقول لك ليش توزع، أنت تقول له بدي 200 أوزع، العينة عندي 200، يقول لك لا يا عم إحنا بنسمح ب15، تفاهم؟ يبقى هذا معيق من معوقات استخدام الاستبيان، تمام؟ احيانا المنظم بيقول لك بديش اضيع وقت موظفينا، كل واحد ضيع له ربع ساعه وهذا بيشتغل شغل خاص انا ابدا فيهم. لا يا عمي الله يسهل عليك. اذا الاستبيان دكتور، نعم، في احدى المحاضرات انت حكيت شغله مهمه على موضوع توزيع الاستبيان. أجل اسئلتك الى ان افتح المجال لحضرتك وللاخرين لو سمحتم. لا نريد قطعات إلا لما أفتح المجالات. أنا فتحت المجال لما خلصت شرح المقاييس الإسمية والنسبية، صح؟ طيب أنا لن أنسى أن أفتح المجال، بس بدناش نقاطع المحاضرة وسير شربك، بس اعذروني لمصلحتكم بس. طيب إذن يا شباب، الاستبيان زي ما إله مزايا زي ما إله عيوب، صح ولا؟ طبعا أنت ممكن توزع بالبريد العادي الاستبيان، ممكن توزعه قلنا بإيدك اللي قلنا اللي هو personal administrated، توزيع شخصي. ممكن توزع استبيانك بالبريد، يعني زمان كانوا لما يبعت الواحد لابنه اللي بيقرا في مصر كان يحطه في مظروف يحط عليه طوابع ويبعته يسأل بعد شهر، يروح يرد عليه ابنه والدموع على الورقة ويقول له أبي العزيز مش عارف إيش وأرفق لك صورة مش عارف إيش من الكلام، هذا كان بالبريد العادي، صح؟ يعني تخيل لما انت تبعت لواحد بالبريد، هل هذا الواحد لما تبعتلوش الطوابع، يعني بده يروح يشتري طوابع من جيبته عشان يبعت لك استبيانك، لازم على الاقل لو استخدمت الطريقه هذه القديمه انك تبعت له حق الطوابع او تبعت له الطوابع نفسها، صح ولا لا؟ طيب اليوم الحمد لله في عندك البريد الالكتروني، فطريقه اسرع بكثير، لكن دائما نسب البريد الالكتروني والبريد العادي حتى نسب الاسترداد اللي حيردوا عليك نسبه ما بتتجاوزش 30% نسبه قليله. اذا كل اسلوب لما توزع بايدك له مزايا كويسه كتير، انه انت بتلم، ولو واحد انت بتوزع بايدك سالك سؤال، بالله ايش تقصد السؤال هذا مش فاهمه، توضح له اياه، بس مش تجاوب عنه، لا توضح له اياه، له مزايا وعيوب. كمان لما تيجي على البريد، البريد بيغطي مناطق بعيدة، بيقدرش الباحث يروح على مصر ويروح على رفع على ألمانيا، لكن لو بعت بالبريد بيمشي الحال البريد العادي، لكن برضو في نفس الوقت عيبه أنه ما تتوقعش أنه ناس كتير هترجع لك الجواب أو ترجع لك الاستبيان، أنت فاهم؟ إذن كل طريقة من الطرق إلها يعني عيوب وميزات، والباحث بقارن. المستخدم اليوم يعني في جائحة كورونا مثلا صاروا يستخدموا كثير اللي هو الايش البريد الالكتروني والايش كمبيوترايزد المعمول ومصمم على الكمبيوتر، اللي قلنا زي الامتحان بتجاوب عليه وبتقول سند او ارسال، اقول جواباتك كلها بتيجي للباحث. طبعا هذا بدك تروح تصمم تشتري حزمه وكذا كذا كذا، يعني كل طريقه من الطرق الاربعه اللي تحدثنا عليهم في طرق توزيع الاستبيان، سواء توزيع شخصي او ارسال بالبريد او الكتروني اللي قلنا زي الامتحان، كل واحده لها مزايا ولها عيوب. طيب هناك ارشادات مهمه جدا وانت بتصمم الاستبيان، لما تيجي تعمل استبيانتك لازم تخلي بالك منه.